الحدائق العامة بأوروبا هي أماكن للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، ولكن ببرلين هي أكثر من هيك، هي أقرب لأنه تكون متاحف بتحكي تاريخ برلين. كل حديقة بتحكي قصة، والغرض منها أنه أي حدا بيزورها ما ينسى تاريخ ألمانيا. اليوم رح أخذكم بجولة ببعض الحدائق ببرلين، المدينة اللي أنا عايشة فيها، وأحكي لكم قصة كل حديقة، سواء زرتوها أو حابين تزوروها أو أنتوا قاعدين ببيوتكم، ورح تعرفوا معلومات بعمركم ما سمعتوها عن هالحدايا. وهلأ بقولكم مرحبا وأهلا وسهلا فيكم معنا بالقناة رام العامر. بتمنى هاي الحلقة تعجبكم، إذا عجبتكم حطوا لي لايك، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وهلأ خلينا نبلش. بالبداية، في ببرلين مكان اسمه حدائق العالم، واللي بيضم مجموعة حدائق مستوحاة من ثقافات مختلفة. وحدة من أجمل الحدائق هي الحديقة الشرقية، اللي بناها المعماري الجزائري كمال الوافي، واللي استوحاها أثناء بناءها من أوصاف الجنة المذكورة بالقرآن الكريم. وكمال ما زال عم بيحارب السلطات الألمانية والبلدية أنه يتم تسميتها الحديقة الإسلامية وليس الحديقة الشرقية، على اعتبار أنه بحدائق العالم في الحديقة المسيحية والحديقة اليهودية، فشو المانع أنه يكون اسمها الحديقة الإسلامية، خاصة وأنه تصميمها مستوحى من الموروث الإسلامي، واللي بنوها هن عمال مغاربة، وأكيد بنصحكم بزيارتها. ماور بارك أو حديقة الجدار، ومن اسمها بتعرفوا أنه نسبة لجدار برلين السابق اللي سقط بعام 1989، واللي كان بيفصل بين برلين الشرقية والغربية، ونعرف الجدار باسم شريط الموت لأنه العالم كانت تحاول تهرب من الشرقية للغربية وينقتلوا أثناء محاولة هروبهم. هذا الرمل اللي عم بتشوفوه انوضع بين الجدار الداخلي والجدار الرئيسي لتصعيب عملية الهروب. وقت كانت ألمانيا الشرقية والغربية كان في جدار بيناتهم والعالم تحاول تهرب، فهذا الوضع يعني لتصعيب العملية. وبعد إعادة توحيد ألمانيا بقي شريط بطول 300 متر من الجدار عند الحافة الشرقية للماور بارك. وهلأ الجدران الخرسانية الرمادية مغطاة بشكل كامل بأعمال فن الشارع والجرافيتي، وبشكل عام الفنانين بيركزوا على القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية الهامة. والحديقة طبعا عامة ودخولية مجانية. لاحظوا السكان المحليين ببداية التسعينيات انه النباتات عم تنمو على الشريط الرملي للأرض، فصاروا يزرعوا أشجار ويدعوا لأنه هذا المكان يتحول لحديقة، واللي بيميزها وجود ناس من جنسيات مختلفة، وكمان الكشف والشوي فيها مسموح. وهي معروفة أكثر شيء أنه تقام فيها دائماً عروض غنائية، فتحولت مثل لساحة احتفالات وكاريوكي بالإضافة لأسواق الشعبية كل ويكند. حديقة لوست جاردن أو حديقة المتعة الموجودة وراي، محاطة بأشجار الزيزفون وموجودة قدام كاتدرائية برلين. وكاتدرائية برلين أو برلينر دوم هي واحدة من أشهر المعالم السياحية الموجودة ببرلين. تخيلوا أنه هتلر كان يوقف هون ويخطب قدام الجماهير، وهي الصورة بتوضح الحشد الكبير اللي قدرت حركته النازية تجمعه، واللي بلغ عدده المليون شخص. وخلال حقبة ألمانيا النازية تم استخدام هذا البناء اللي هو الألتس ميوزيوم أو المتحف القديم كخلفية للدعاية. وقبل نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة تعرض المتحف لأضرار كبيرة لما انفجرت شاحنة صهريج أمامه. وبنهاية الحرب العالمية الثانية كانت لوست جاردن عبارة عن أرض قاحلة مليئة بالقنابل، وبعدها تم زراعة أشجار الليمون حواليها للتقليل من مظهر العسكري. وبسنة 97 رجعت لوست جاردن حديقة وتم وضع نافورة فيها. واحدة من أجمل الحدائق اللي تزوروها بتلتوف اللي واقعة جنب برلين هي حديقة أشجار الكرز اليابانية أو الساكورا مثل ما بيسموها. هاي طبعاً هذا مكان جداً مناسب للفوتو سيشن وجلسات التصوير، زي ما شايفين ورانا في كتير ناس قاعدة عم تتصور. بعد إعادة توحيد ألمانيا جمعت قناة تلفزيونية يابانية أكثر من 140 مليون يورو لتوزيع الأشجار على أصدقائها بألمانيا كتعبير عن فرحهم بسقوط جدار برلين، ووزعت الأشجار على مدن مختلفة بألمانيا بالإضافة لأماكن مختلفة من العالم مثل أمريكا وغيرها. لهيك بتلاقوا هاي الشجرة موجودة بكل أنحاء العالم، وكان هالشي ضمن حملة سموها حملة ساكورا، وهي تقليد ياباني اشتهر كتير. ولا يمكن التنبؤ بالوقت اللي بتزهر فيه هاي الأشجار، ولكن عادة بين منتصف
منتصف شهر 4 وحتى منتصف الشهر الخامس. تريبتوفر بارك هي واحدة من 4 حدائق بنيت بالقرن 19، والهدف كان لترفيه سكان برلين اللي كانوا أعدادهم عم تزداد. مثل ما بنعرف الحدائق بشكل عام تنقام للعائلة المالكة كانت وقتها، أو العائلة الملكية يعني، بس وقتها بلشوا يعملوا حدائق لسكان برلين، وهي موجودة على نهر شبري. تميز انه هي مكان مناسب للسباحة وللتشميس وكمان لركوب القوارب، وبتبلغ مساحتها 88 هكتار. الدخولية طبعا مجانية وفيها ممنوع ركوب الدراجات او الكشو الشوي، وبتتميز بوجود نصب تذكاري تكريما لجنود الاتحاد السوفيتي اللي سقطوا بمعركة تحرير برلين من النازية. تم بناء النصب التذكاري للحرب السوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية بناء على أوامر الإدارة العسكرية السوفيتية بين عام 1946 و 1949. وهالنصب التذكاري هو بمثابة مقبرة تذكارية ومقبرة عسكرية انعملت من أجل 80,000 جندي من الجيش الأحمر لقوا حتفهم بمعركة برلين بالمراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. ومؤخراً تم تدنيس هذا النصب من قبل مجهولين بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، فاحتجت الخارجية الروسية فأزالت سلطات برلين آثار تدنيس النصب التذكاري للجندي السوفيتي. حديقة شارلوتنبرغ من اسمها بتعرفوا انه هي تابعة لقصر شارلوتنبرغ. طبعا قصر شارلوتنبرغ هو اكبر القصور اللي تم اقامته وبناؤه حتى اليوم ببرلين. وبالحرب العالمية الثانية تعرض القصر للأسف لقصف ولأضرار جسيمة، بس تمت إعادة ترميمه. وهلا متجهين نحن باتجاه الحديقة. القصر شيء والحديقة شيء آخر. الدخول للحديقة مجاني. تم الانتهاء من بناء هاي الحديقة بسنة 1699، واللي بنى هاي الحديقة هو مهندس الحدائق سيمون جودو اللي كان تلميذه لأندريا لونوتر اللي بنى حدائق فرساي بفرنسا. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. بتمنى تكون عجبتكم. إذا عجبتكم حطوا لي لايك، ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس وتدعموا المحتوى اللي بحاول أعمله، وتبعتوه لكل أصدقائكم ومعارفكم لحتى توصل لأكبر عدد ممكن، واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا في شغلات تانية بتحبوا أني صور لكم إياها. ومع السلامة.